فيديو النهارده يا جدعان. النهارده يا جدعان هيكون بطوله رسميه، هيكون انا اللي عاملها. 1000 جنيه اللي هيجيبني ويفنشني ويطلعني بره الجيم بوكسات او طاسه. والنهارده بقى يا جدعان حبيت ان انا اعمل مقلب في المتابعين في قناه الواتساب، عملت له اكونت جيست وسميته الهاكر. ويلا بينا في اقوى بطوله، بقى ان هي ما دخلناش بطولات ولا عملنا بطولات. ولو عايز تخش البطولات معانا هسيب لك قناه الواتساب تحت في الوصف. يلا بينا على الاكشن. انا يا دوب دايرت وشي يا اسطى، اللعبه ماتت. والله ما انا باصص. ياه انت لو بصيت، هو احنا المفروض احنا اللي ما نموتش؟ يا لهوي اللعبه يا اسطى بتشنج عندي تشنيج ابن لذينه. يا لهوي على فكره كام باراشوت؟ احنا نفس الاول ناس. هو في يا ابني يا نهار ابيض، ما هو اي حد بينزلك ولا ايه؟ طالما احنا نفس الاول ناس او اي حد بينزلك. هو سؤال يعني نوصل يا اسطى؟ العيال نزلت معانا اصلا. انا اتشمطت شوت جن. ترى اللي خدتها حلو، مسدس اي حاجه بتضرب نار. بلعته بلعته بلعته، هاتوا هاتوا. بموت انا بموت. تعال بس خلي بالك. ها تخبط انت، انت تتحرك. انا عايز لوت، انا عايز لوت. انا طلعت عليهم. انا قلت اخد شوت جن من الوقت اللي كان معاه الشوت جن. وانا هموت ولوت يا اسطى. العيال اللي جوه دي شكلها متكرعه لوت. ايوه تعال تعال نروح نصحي الواد بتاع الشوت جن ده، تلاقيه سولو مع حاله. تعبان يا اسطى. اخاف انا من الشوت جن دي. موت يا عم موت. ابلع حمزه، هات الشوت جن ده. حمزه هيل هيل رقم 2 هيل هيل يا اسطى. العيال عندي كتير. ابلع على ابلع. معكش هيل؟ مش معايا. قاعد نزل باراشوت. اللعبة ما بتبلعش يا اسطى، اتطلبت عندي جنبه. انا موت. لا يا اسطى لا يا اسطى. الله يخرب بيتك يا جوجو. جبت لك غشيم انا. مين ده؟ الحق. مفيش حد يرفنا خد بالك. اصلا. تعالى يوسف ابدا، على يوسف. انا عشان صحابي يوسف كلهم عندي. يا بنت اللعيبه يا زوزو تعال بنت يا زوزو، خلي بالك في واحد ورا حبيبي. تعال راح فين انت حمود؟ نهار اسود ده الدب الفائت ده. يلا يا بنت اللعيبه يا زوزو، هذا بيبايك وبيعمل خطير. ده خطير خطير جدا ده. تعال يا اسطى تعال. ده راح في بق، راح في بق الطلقه اصلا. انا لازم اطلع عمر، انا لازم اهايل. يا رب يكون حد مكبر فوق يا رب. لا يا اسطى انا مش هينفع افات بدم ده يا جوجو. دم يا جوجو، جوجو اي حاجه بالله عليكي دم، عشان انا خلاص انا طلقه زاد يا جوجو هموت. بليز جوجو بتحل يا بنت اللعيبه يا بنت يا جوجو. جوجو لا جوجو لا. تعال فوق تعال فوق. اولا هيما استنى بنت جوجو هجرب فيك بس تتقلي عليا. رقم 3 الموكز يا اسطى فصل يا اسطى. تعالى بنت جوجو، جوجو بنت اللي هي دي لعيبه. جوجو عايزين نرف سبايدر. لا تكون راجل يا جوجو في الاخر يا خوفي. ده اكس ولا جن؟ يا لهوي هات اللود ده يا اسطى، هات اللود ده يا معلم. يا اسطى اللعبة تقيلة أوي يا اسطى، اللعبة بجد تقيلة موت يا جدعان. أنا مش عارف ألوت. أحسن يا ولية أحسن. جوجو ماتت يا اسطى الله يرحمه. أحسن. أنا قلت لك يا جوجو، قلت لك صحة ريفي. طب يلا بقى. قال لي تروح ريفي، قال لي قاعد فوق. أنا يا اسطى في عندي ناس ياما أوي. خد. بيو. نط بقى نط واحدة ام في بي وام يلا واحدة اكتر تيكر. كزبرة بس انا كنت هتجاب من جنبي. كزبرة بلع. ايه يا زميلي؟ احلى مسا عليك. عليلي يا زلمة.
بس الدنيا على الرايق كده، سيبونا تاكتيك بقى وشغل دماغي وانا اوريكم اللعب عامل ازاي. بس جامد قوي اصلا للناس كلها عماله تبش عليا. ده خد التانية. اولا لا علوة علوة بلع علوة. انا معايا 80 48 طلقة دبس. ايه ده؟ ايه اللبس ده؟ ايه اللبس اللي انا شفتها دي؟ ثانية ايه ده؟ بص 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 الحق ده راسه راسه سولو. يا اسطى ابلع يا اسطى ابلع يا اسطى، مش كده اوعى تعمل كده تاني يا اسطى. ها مين تاني؟ ده حلو الواد عامل لي كام ايه؟ الله، مع ان اللعبه ماتت بس جبتهم جبتهم، بس اللعبه ماتت قوي يا اسطى. اللعبه ماتت يعني كانت بتموت، التلا بيطلع بعد صعوبه. استنى نشوف حبيبنا اللي ماشي ده مين ده؟ كان حبيبنا خلاص. في واحد تحت بيدروت شوت جن. ايه ماشي بشوت جن؟ الله نفسي انا بالكلام ده. في انهي دور؟ اللي تحت اللي تحتيك. تحت اللي تحتيك. ابلع حمو ابلع حمو ميوت حمو يا حمو مالك؟ اعتقد هيلحق نوصل يا رب. جهاز مات يا اسطى. بس انا جهاز مات، ماليش دعوه باللي هيحصل معاك. وده يحصل معايا يا اسطى، انا بقول لك انا مش ميت، انت واعي؟ انا مش هموت، انا ما بموتش خلاص خلاص، ما فيهاش نقاش دي. يا رب بس نلحق ناخد نجيب مكنه ونمسك البيت الكبير. ليه مكنه؟ ده يلا دفع البتاع الفتح برشيد ده من الوقت. راجل فهمان احنا اللي هنوصل بدري. بص واركب واحد، يلا بينا يلا بينا يلا بينا، احنا اللي هنوصل يا معلم. نشن على العربيه ولا اي حاجه تحت؟ نشن ايه؟ انا بقول لك يا صاحبي، هو انت محسسني ان انا ابوت منزله صاحبي؟ انا بلعب اللعبه دي من قبل ما انت تتولد يا اسطى. هننزل يا معلم، يا رب بس ما حد ينزل على العربيه يدوسنا، هي دي الشغله فاهم. بس انا على الوصول انا هنزل اول واحد. اه على الوصول. ايه رايك قادتك البيت الكبير ازاي؟ يلا في قلب عربية. فين ده؟ تحتينا. لبس 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 الغبي. غبي غبي غبي. والتاني غبي خبط. ايوه لزقنا لحقنا. بقول لك في عيل لازق فينا سكينة. سلاح في سلاح اهو. ايه يا عم ايه؟ سلام عليكم. هو ما شافنيش؟ مش مهم بقى. يلا بينا. لا فوق. طيب. مسدس ايه ده؟ اصلا عايز اي حاجة بتضرب نار. فهمان. حلوة قوي. الله. تعالوا لي بقى. لا انا عايز سلاح. ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده 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 ايه ده؟ تعال 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 يا حمزه تعال تعال. اه سلاح كله. يا اسطى يا اسطى يا اسطى انا ما شفتش. ايه ده يا اسطى انا اتجبت ازاي يا اسطى؟ لو ما ربيتنيش هاخد 1000 جنيه. ربني يا اسطى. هو جابك ما جابكش بحاجه بقى يا مانا. مش انت قلت طاسه ولا انت قلت سكينه؟ ما هو نفس المنطق. طب هات امك. لا انا ما متش، انا لسه عايش. عشان تبقى فاهم يا زميلي اللي هتتفرج على الفيديو اللي جبتني، انا قلت لك لو جبتني ومت خالص انا جاي اهو بره عني. لو جبتني تاني حقك الصراحه يعني. حسب الله ونعم الوكيل فيك انت الصراحه. يا صاحبي اللي انت بتعمله المفروض نمسك بيت. انت نازل لهم؟ ايوه يا عم معايا بكيسي. على الواد داخل بالسكين قال لك 1000 جنيه. الجامعيه يا ولد الكلب. يلا بينا بقى. ايه الدكر يطلع؟ هي مش هتمشي غير ميري. تعرف بكيسي بتاعك اهو مع سبايدر بتاعك. سبايدر فين؟ جوه جوه الشيء. جوه يمين جوه يمين. يلا يلا لحقش شوف اتشبط. انا في بني ادمين في كل حته. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ابلع نور ابلع حبايبي. تعالى يلا سبايدر. ولا سبايدر خلي بالك. ها لعيب اصلا جبت من ورايا دمش من ورايا جامد. خلي بالك فعل طالع. خلي بالك بس روم طويله قوي يا اسطى لعيب. فعل باراشوت بنج عالي قوي. ابلع على فيني. نينجا 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 تشمر مانجا. ايه نينجا؟ استنى افتح لهم الاول. جالك الموت يا تارك الشرى. مش قال لك ام سولو؟ ام سولو ام سولو ام سولو اخويا. يا اسطى بحبك يا اسطى والله. اخويا ام سولو
امسلو انت مكمبر فين يا ابني؟ مين قال لك؟ عايز اقول لك ان في ناس كده جنبنا اصلا بس هم حاسقين ما عارفين احنا هنا يعني. ايوه يا عم، امال كله بيبص علينا ازاي؟ بس في شغله، في عيل مكمبر معانا كان عمال ينادي عليا، خلي بالك. ها انا مش عارف هو فين ابن اللذين بالظبط يعني. انا هخش الاول. تعالى تعالى يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده؟ الحق ايه؟ بص يا نهار ابيض، خلي بالك من البيت اللي جنبنا ده، كان لسه جاي يبص في وشي ده. بقول لك ايه، تعالى سرد بارتي، تعالى سرد بارتي، خلي بالك عشان محبوب. اللعبه عماله تعلق يا اسطى بسبب الروم يا اسطى، في لاج كبير قوي. ايه ده؟ ايه هو ده اللي كان بيتكلم الكارتيت؟ تعال تعال ابلع محبوب. محبوب مشغل دماغه قوي، جاي معلق، هو هيجي من ورايا وينط ويجيبني. يا محمود مش عارف. لا يا محمود، بقول لك ارجع البيت يا اسطى، ارجع البيت، ارجع البيت يا اسطى عشان هيكتروا علينا دلوقتي. هو جوه. يلا يا اسطى، امك يا اسطى يا اسطى. ازاي؟ ما هو بص الواد ده يا اسطى مكمبر كم، احنا هنموت وخلي بالك منه الواد ده. الله العظيم عارف يا ابني. أبست أبست. ما انا داخل هنا قبل كده، الله يخرب بيتك. المشكلة انا دخلت وراك برضه. تعال يا معلم. يا نهار ابيض. ابلع 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 سفيان. نزل على السطح عندي. بس كده، هو ده اللي انا عايزه من زمان. انت الله مين ده؟ سولو، ابلع سولو. اهو. خش يا اسطى، خش يا بودي. بادي ولا بود انت ولا انت اسمك ايه النهارده؟ ايه ده؟ يا حبيب بابا، تعال. ابلع بدوي. كمرش في نص الشارع بدوي. طلعها لي باي. طلعها لي يابا. طلعها لي. يلا بينا. قول الله نط. تعال تعال. ديد. ديد. الله جنة آلي. جالنا آلة يا معلم. ها مرحب يا مرحب بالآلة. لا لا خلي بالك. ها يا ابن الذين كان عايز يسحبني. خلي بالك عينه عليا عشان هم عارفيني مميز بلبس. يلا ها ها بتعديله انا بس واحد. يلا احلى مسا عليه. فات كتير، فات كتير يا اسطى. اخش اشمطك دي بي اس يا اسطى، بلاش انا. تعال كيلو. لا 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 اديك سكينه ولا حاجه فهمان. اهم حاجه ان انا اخش سكينه. شكرا. لو عايز تكسب فلوس يا جدعان من النت باسهل طريقه، كل اللي عليك كالاتي بقى، اللي انا هسيبك لينك تحت في الوصف، هتخش على اللينك وتحط برومو كود بتاعي وكل حاجه هتفهمها لما تخش على اللينك يا زميلي. ويلا بينا.